بنجد تحية لكل مشاهدين ولضيوفنا معانا النهارده. وفي تعديلات قانون الطفل الجديد بعد القرار الذي اصدره الرئيس السيسي مؤخرا، اصبح من الممكن تسليم الاطفال مجهول النسب لاسر بديله من سن 3 شهور بدلا من سنتين كما كان ينص القانون السابق. لكن ممكن نسمع عن قانون يحمي الطفل من اهله ويحميه من العنف العائلي والاسري، ممكن يبقى في عندنا يوم من الايام هذا القانون؟ قريب جدا متوقع صدور قانون بكده. هو بالفعل في قانون بيتيح سلب الولايه، بس بيبقى له اشتراطات، يمكن ده اللي بيصعب تنفيذه شويه. اعتقد هيتم تفعيل ده خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. بحس ان اذا كان ثبت عدم امانه الاسره سواء كان اب او ام على الاطفال، يتم سحب الولايه بينهم وتحال الى اما الطرف الثاني في الاسره او لاحد المؤسسات المعنيه بالطفوله، وهنا هتكون المؤسسه دي هي. طب ما هو وضع دور الرعايه في مصر اسوأ من الاسر بكل سوءاتها، يعني ده سيء وده سيء. خلينا نقول ان دور الرعايه هتشهد انطلاقه الفتره اللي جايه بمجموعه من الاشتراطات للمتعاملين فيها وللقائمين عليها. يمكن هي الفتره اللي فاتت كانت نقدر نقول سايبة شوية، ما فيهاش نوع من أنواع الرقابة. خلينا نقول في منظومة رقابية هتكون هتحسن من الوضع إن شاء الله. منظومة رقابية، والدكتورة جالها كحة، سلامتك ألف سلامة. طيب هسأل سهى ودينا، أنا بس ممكن حضرتك تقول لنا رقم خط نجدة الطفل؟ 1-6-3-0، رقم مجاني 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بدون أي مقابل، سواء في الاتصال أو في الخدمات اللي بيتلقاها الأفراد بعد الاتصال. سلامتك يا دكتور. سهى أنت اتصلتي؟ لا صراحة. مين اللي اتكلم؟ أخوي. أخوك اتكلمهم؟ أخويا كلمهم، وهم صراحة يعني اول ما سموا جم على طول، يعني ما تاخروش. جت لنا الدكتوره ناديه وجي واحد معاها برضو، ده الفريق النفسي اللي موجود. طب الفريق النفسي فرق مع اولادك الثلاثه التانيين؟ عرف يتعامل معاهم فعلا؟ هو اتعامل مع البنت والولد الصغيرين، اما الولد الكبير لا. الولد الكبير استحاله. ليه بقى؟ ان هو طالع زي بابا بالظبط، يعني حدد بابا قدوة له، يعني المثل الأعلى له. في عنف؟ هو مش قدوة ولا مثل أعلى، ده هو يعني العكس تماما يعني. ما هو دلوقتي يعني بيستفزني بقاله كام يوم في الكلام، بيقول لي هي ماتت خدت جزاء وهو هيطلع ياخد سنتين ثلاثة وكده يبقى خد جزاء. طب هي خدت جزاء عملت إيه؟ يقول لي عملت اللي عملته، أنت مالكيش فيه. يعني دكتور حنان، أستاذة سهى، يعني تفتكري ممكن تتعامل ازاي مع نفسية ابن كده؟ يعني وهي بتتكلم على الولد، انا حاسه انها بتتكلم على حد غريب مش على ابنها، وهو بيتعامل معاها في اللي هو بيقوله بناء على كلامها، حاسه برضو نفس القصه. احنا عندنا مشكله في العلاقات الزوجيه، احيانا ننقل العنف ما بين الازواج لابنائنا وتصرفاتنا معاهم على الابناء. العدوى يعني؟ العدوى بالظبط كده، وبالذات يعني زي ما هي مثلا يعني حضرتك قلت كده ببساطه، اللي هو زي ابوه او شكل ابوه، نبتدي نوجه بهذه الالفاظ، فبالتالي بيكون الطرف الاخر بيحس كما لو كان انه في عدم تقبل اصلا للاخر، عدم تقبل اساسا ليه، وبالتالي بيعند وبيبقى نفس الصوره، بيعند بالظبط اكتر. بل بالعكس، يعني يمكن انا اتصور ان انت لو حاولتي تتعاملي معاه بشيء من اللطف، ان انت تسمعي له اكتر، انه حتى لو الصوره حد حاول يشوه صورتك مثلا قدامه، او ان هو يعمل الفرقه الشديده دي ما بينك وبين الابن، يمكن انت تقدري ان انت تستقطبيه اكتر. مش بس بالكلام، يعني هي المساله محتاجه ان احنا نصبر شويه. ده ابنك، انت النموذج بتاعه، لازم يكون عندك قدرة على التحمل شوية، لان انت بتصلحي زي ما بيقولوا يعني في شخص لسه بيتكون، فلازم عليك ان انت تستني وتستني وتستني لحد ما يحصل فعلا تشكيل كما ينبغي، لان انت لو ما صبرتيش من دلوقتي في يوم من الايام يمكن هو ده يكون سندك، يمكن هو ده اللي يكون بيعوضك. واظن ان انت لو هتبعدي عنه تماما
يمكن بعد شويه ما نقدرش نعرف الشخصيه دي هتتحول لايه. احنا النهارده حضرتك كنت لسه بتتكلمي تقولي جزء من العنف، وانا يمكن حتى كنت بسال الاستاذ احمد بره هل في حد حصل الحالات دي نتيجه تعاطي المخدرات مثلا؟ ما هو جانب من الجوانب دي الاطفال او الشباب اللي بيوصلوا ده نتيجه ان هم بعاد تماما عن الاسره، بعاد تماما عن النموذج، فاحنا محتاجين ان احنا نقرب اكتر لاولادنا، محتاجين اكتر ان احنا نسمع لهم. يعني استاذه سهى سياسه النفس الطويل والصبر، لان في الاخر ده انا والله جزء منك صبر ده ابنك. انا بتكلم معاه يعني انا لا يعني واضح اول ما محتاجه تكتسبي مهارات اخرى في كيفيه التواصل معاه، دي مهمه. هو خط النجدة الطفل هو اللي جالي يعني اول ما بابا اتقبض هو كان اسم لا كان واخدينه عشان بابا يجي، واول ما جه خده انا جيت له كلمته قلت له قوم خد لك دش ومش هتفوت على اقعد معايا عشان انا ماشي على شغلي، اتكلم معايا ماتت ازاي طب ليه طب كده، يقول لي بس بقى كبري دماغك ريحينا مش عارفه ايه، قلت له ايه اللي انت بتتكلم معاه ده، يقول لي هو كده هو ده كلامي هو ده اسلوبي. طيب احنا هو حضرتك محتاجه يعني الشغل كتير استاذ احمد ودكتوره حنان، لو تسمحي ان برضو تبقى برضو استاذه سهى تحت رعايتك، انا بستسمح حضرتك ادينا كلمه اخيره تطلبي ايه؟ اطلب اللي انا عايزه بنتي تكون ترجع لي تبقى معايا، مش عايزه حاجه اكتر بنتك ودعم اقتصادي عشان ما تفرطيش فيها ولا في اختها الثانيه الاصغر. ربنا معاكم، يعني فعلا الحياه فيها مآسي كتير جدا جدا جدا. بشكر دكتوره حنان، بشكر استاذ احمد. والامومه هي التضحيه وانكار الذات، والابوه هي التفاني من اجل الابناء، هذه هي القيم التي نشأنا عليها في المجتمع، لكننا لم نكن يوما بهذه القسوه. بالتاكيد المجتمع المصري بيمر بتغييرات تبدأ وتنتهي من ارتفاع معدلات الفقر والعوز التي قد تدفع الأب لقتل ابنه أو أم للتخلص من الأبناء. صحيح من حق كل أم وكل أب تربية ولادهم بالطريقة اللي يشوفوها مناسبة، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، إزاء الطفل جريمة مهما كان الفاعل. ليس كل الأباء والأمهات مؤتمنون على الأبناء، مطلوب قانون يحمي الطفل ويحمي حقهم في طفولة آمنة، مطلوب نظام صارم لدور رعاية الأطفال وتأهيل الأحداث في مصر، مطلوب التعامل مع الطفل في بيئته الطبيعية قبل أن يلقي حتفه على أيدي أب بلا قلب أو أم مهملة أو مستهترة. لن يفيد دفن الرؤوس في الرمال وإنكار مشكلات المجتمع، الأسرة المصرية هي صمام الأمان لمجتمع سليم متماسك ومنضبط، والأطفال هم المستقبل وهم بكرة اللي بنستناه. لازم نشتغل على كل مصادر ومنافذ العنف من جهل وإحباط ومخدرات وأشياء كثيرة جدا علشان نضمن بنية سليمة لمجتمع صحي سليم. ربنا يحفظ مصر ويحفظنا جميعا. بشكركم، أشوفكم على خير.